السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا، رجعنا لكم بفيديوهات جديده بعد فتره انقطاع اخذتها استراحه ورجعت لكم هالمره فيديوهات حلوه. طبعا اكيد نبدا الفيديو بالصلاه على محمد وال محمد، ونبدي نحضر جنطه السفر. هنا حنروح، قررنا يعني نروح السفره لشمال العراق، وطبعا اريدكم تحذروا لي اي محافظه حنروح. وطبعا هنا بالبدايه حرتب الجنطه، فجبت الجنطة مالتي واشتريت من هذه المنظمات اللي تكون كلش حلوة داخل الجنطة، ترتب كل حاجة على جهة وبنفس الوقت ترتب الجنطة ما تصير هوسة. هنا بالبداية فتحت هذه المنظمات، خليت وحدة بيها القمصان مالتي، وكذلك وحدة خليت بيها البناطير، وحخلي الشالات همين بمنظمة ما تكون على جهة واحدها. أنا هنا طبعا ما كاويتهم لأنه عندي أوتو مال سفر، وصراحة إذا أكويهم حيتعقشون لما أوصل ألقاهم بيهم كسرة، فأضوج يعني من هذه الشغلة، فأخليهم هناك أكويهم بالفندق. وهنا عندي تكرمون أكثر بوتين أرتاح بيه حذاء، وكذلك شحاضة أو أي شيء مريح حمين تلبسوه، لأن حتكون هناك مثلا شلالات وكذا ومي، فيعني فتشي يكون مي زحلق على قولتهم. هنا طبعا همين بعد ما جهزتهم خليتهم بمنظمة تكون على جهة. هنا ححضر كل الشغلات اللي احتاجها، يعني مكياج أنا خفيف استخدم مثل يعني واقش امس وكذا، ومنظفات ما توجه كلهم خليتهم همين بهذه، واكيد ما انسى المعطر، وهمين خليتها بهذه الجنطة اللي تكون خاصة بالمكياج وخليتها جوا. هذا الاوتي اللي هو يكون خاص مع السفر كلش حلو، طبعا هم صار فترة يعني من المرة الفاتت كنت استخدمه همين كلش حلو. وطبعا هنا حبدي اخليه همين بهذه الجنطة الصغيرة واخليه وياهم. وهنا اكيد ما انسى تشادر يكون خاص بالصلاة، وكذلك عندي التربة والسجادة. وطبعا خليت كل الشغلات اللي بعد احتاجها هم ثانية بحافظات، وخليتها داخل الجنطة وسديتها وخليتها على جهة هنا رتبتها من وقت. اما بالنسبة هنا طبعا حبيت ادللهم شوية، اسوي لهم غدا مرتب حتى ما يضوجون. فهنا سويت كبة جريش وورول كلش طيبة. هنا عندي هذا الخلطة اللي تيجي خاصة كاملة يعني من ابو العطار او اي واحد شخص تشتروا منه اسواق. هنا هي الخلطة نفسها، عندي نص تقريبا نص كيلو خليتها، وخليت وياها تقريبا فد كوب ونص جريش فقط، همين خليت وياها خلطتهم سوية، وضفت لهم هنا شوية من باودر اللي هو بهارات الدجاج تنطيها طعم كلش طيب، وكذلك ضفت فلفل اسود واكيد الملح ما انسى. هنا حبدي اخلطهم بشكل حلو، وبعدين ابدأ اضيف مي دافي. هنا المي الدافي شوفوا حضيف اني بالتدريج، وهنا اضفت طبعا مي وخلطتها بشكل حلو، مجرد انه اني امد ايدي او اصابعي بهالشكل مثل ما شفتوا وتطلع شوية هذا المي، معناته هذا المي كافي الها، لكن بعدين اكيد راح اضيف. واكيد بعدين رتبتها وغطيتها بهذا النايلون اللي يكون مالت المطبخ على مشان ما يدخلها اي هواء، وبنفس الوقت عندي تبدي تمتص كل السوائل اللي خليتها. وطبعا هم حغطيها بخاولة يكون خاص للمطبخ. هنا رجعت لها بعد نص ساعة كاملة. هنا اكيد حتحتاج شوية بعد مي، تقريبا ربع كوب. انا هنا شوية اضف الزيادة بس يعني ما بها اي اشكال عادي. هنا طبعا هم ححركها وهم ارجع النايلون عليها واغطيها بالخاولي وارجع لها بعد ربع ساعة. لما حتبدون تفتحوها وتحركوها حتشوفون اكو خيوط هذه المادة مثل ما نقول لزجة تكون، من تطلع هذه الخيوط الخفيفة معناتها انتو العجينة توب وصارت جاهزة عندي. السر اللي ما حد يقوله بكل القنوات أو أغلب القنوات واللي يعلموني عن الطبخ وهالشغلات، إنه دائما هذه العجينة من تنعجن بالعجانة يكون أفضل بهواي مما تنعجن بالإيد، وتطلع لكم عجينة حال عجينة مثل ما نقول الطحين، تكون كلش حلوة وبنفس الوقت تقدرون تشتغلون بيها وما تخرب عندكم نهائيا. هنا عجنتها تقريبا 10 دقائق آني وطلعت العجينة كاملة، خليتها على جهة ترتاح بين ما أسوي الحشوة. هنا عندي على حسب الكمية اللي تحبوها لحم ضفت وياه مي، وبعد ما انفك عندي من التجميد هنا حبدي أصفي وأغسله. طبعا هذا اللي يخلي اللحم كلش طيب، أطيب مما أنه يكون اللحم مضيوف ويا المي مالته اللي هو مالت السليق. بعدها هنا غسلت الطاوة، وطبعا حبدي أرجع اللحم إلها، وعندي بصل كمية حلوة حبدي همين أضيفه وياه،
والبصل كل ما يكون مفروم بشكل ناعم، يعني ناعم ناعم يكون أفضل، لكن أنا شوية عاجز من الفرم الناعم. هنا عندنا هذه ماما تبدع يعني بالتقطيع الناعم لأنه كلش يعني حلو الطلعة، أما بالنسبة لي يعني كلش أكره التقطيع الناعم، أتعاجز منه الصراحة. هنا بعد هضفت شوية مية قليل مو هواية، وحضيف أبدي ملي حتى يذبل عندي البصل، وأبدي أحركه لحد ما يبدي شوية ينشف عندي، وأبدي أضيف البهارات اللي هي عندي ثوم وبصرة شوية باودر وكركم قليل همين، ما أضيف هواي بهارات حتى لا يتغير الطعم عندي. أضيف شوية بهارات مشكل، ثوم باودر قليل، وكذلك أكيد الفلفل الأسود ما أنسى، وأكيد بهارات الدجاج اللي ما استغنى عنها تنطي طعم كلش طيب. هنا ضفت شوي نشف عند المي، ضفت هذه البهارات وحبدي أقلب بيهم، وآخر شيء أضيف شوية زيت الزيتون مو هواية حتى ما تنفتح العجينة عندي، يعني دائما بالكبب إذا تريدون تكون دهينة الحشوة يضيفون وياها هلية أكثر ما يضيفون زيوت. هنا بعد ما جهزت عندي ضفت شوية كرفس قليل، وضفت شوية لوز همين بدون ما أقلي أو أي شيء، هو مجرد أجيبه مع الطبق طبعا، هذا أضيفه وياها وأحركهم وصارت عندي جاهزة الحشوة. هنا حبدي أسوي السوب على ما تبرد الحشوة عندي. هنا ضفت بالقدر شوية زيت الزيتون، شوية بصل، نوم البصرة، وكذلك عندي هذا الفلفل ينطي طعم حار وطيب لكن لا تكثرون يعني من عندي. وهنا حضيف هم كم حبة هيل حتى ينطي طعم طيب، وهنا هم عندكم يعني اختيار حلو إذا تضيفون مثلا فلفل أخضر ينطي طعم طيب، لكن أنا هنا ضفت وشلته بس قلت أقول لكم اختياري حتى لا يضغى الطعم عندكم. هنا طبعا ضفت شوية من مرق الدجاج، وضفت هنا شوية همين من بهارات مشكلة كلش قليل مو هواية، وضفت معجونهم قليل. هنا حبدي أحركهم بهالشكل، وبعدين أضيف مي فاير عندي وأخليها لحد ما تفور بشكل حلو، وبعدين أخلي النار على الوسط حتى أبلش أني أشتغل بالكبة وأضيفها على السوب لحد ما تنطبخ أو تنسلق بشكل حلو. وأكيد ما تنسون تملحون السوب بعد ما تأخذ لها فورة فورتين حتى لا يكون الطعم مالتها فاهي. طبعا أنا هنا بعد ما جهزت عندي حغطيها لحد ما تأخذ لها فورة فورتين، وأكيد أني حبدي أبلش وياكم. هذه العجينة بعد ما جهزت عندي أنا أكيد غطيتها حتى لا تتيبس من فوق، يعني هنا هذه العجينة صارت عدي حلوة، بس أنا قلت لكم أنها شوية ضفت مي زايد فشوي صارت لينة زيادة، بس هم ما بها أي إشكال كلش عادي. هنا شوفوا لما تقللون شوية المي حتكون عندكم عجينة تقدرون تلزمونها، أنا هنا عادي يعني همين ما بها مشكلة. خليت هنا كمية حلوة من الحشوة، والعجينة قدر المستطاع انه تخلوها خفيفة حتى تصير قشر بصل على قولتهم بالكبة، ما تصير انه فقط عجينة وتكون مطيبة. فأنا حشوفكم النتيجة النهائية، هنا سويتها كلش خفيفة، النتيجة النهائية لما اقطع الكبة شلون تطلع قشر بصل على قولتهم كلش حلوة، وبنفس الوقت كمية اللحم همين حلوة لا هواية ولا قليل ووسط يعني، وبنفس الوقت تكون طيبة داخل هذا السوق. هنا همين حكمل البقية وحبدي أضيف داخل القدر ويا السوب يعني لحد ما تاخذ لها فورة فورتين، وتتأكدون تاخذون هيك قطعة بالسكين تقدرون تشوفونها. هي طبعا يتغير اللون لما تنطبخ الكبة، لكن للي ما يعرف انه يتغير لونها وتبين انه هي مطبوخة او مستوية او لا، مجرد هي السكين بالحافة تشوفونها اذا دخلت بسرعة معناتها انه هذه صارت جاهزة، واذا شوية بها قوة معناتها تركوها بعد شوية على النار. هنا طبعا حكمل كل الكميه واضيفها وبعدين ارجع لكم. ما دام بعدكم بدايه الفيديو ضيفوا لي لايك حتى شجعوني استمر وياكم، وتكون هذه رجعه حلوه وياكم، وهمين نكمل بعدين شغلات السفر ونشوف الشكل النهائي للكوب شويه وراجعت لكم. ورجعت لكم، وهنا شوفوا السوب شلون صارت، والكبة هم بنفس الوقت تغير اللون مالتها وصارت تجنن. عندي بقى زيادة من الحشوة كلش قليل، لا بها يعني تتفرز ولا بها تنأكل، فضفتها على السوب تنطي طعم كلش طيب. والحبة بقت كل حبة كبة محافظة على يعني شكلها، لا انفتحت ولا شيء،
وهنا طبعا صارت عندي جاهزة وملحت السوق وحضرت حبشكلات اللي هي مثل ما نقول فاتحات الشهية. عندي بصل، طماطم، كرفس، ليمون، زيتون، وأكيد سهمكم العافية ورب يشبع كل جوعان. وشوفوا هنا الكبة شلون صارت قشر بصل، شوفوها، وبنفس الوقت الحشوة كميتها حلوة وطبعا جدا جدا طيبة، كلش حبوها البيت. وأنا طبعا سويتها المرة الفاتت لكن ما صورتها الصراحة، قلت أشوف النتيجة ككاملة يعني لهذه وبعدين أنزلها لكم، نزلتها على إنستغرام وطبعا هذه نتيجتها كلش حلوة. وطبعا بعد ما نظفنا البيت وجهزنا لهم كل شيء، هنا طلعنا بالجنط وحنبدي نتوكل على الله ونروح للشركة. طبعا الجنطة اليدوية ما قلت لكم شلون خليت بها، لأنه الصراحة يعني استعجلت فما صورتها، خليت بها الشغلات الضرورية اللي هي البطاقات، اللي هي بطاقة الهوية، الفلوس، شغلات تحتاجها دائما البنات اللي هي الدنابيس، المقراضة، معطر، خليت بالإضافة بذيك الجنطة الكبيرة، هم شوفتكم إياها إن شاء الله غير مرة أشوفكم إياها. شامبو تكون علب صغار خاصة لشامبو الجسم، شامبو الشعر، صابونة الوجه كذلك، يعني شغلات البنات دائما يحتاجوها خليتها بالجنطة الصغيرة اللي تكون قريبة علي. هنا طبعا بدينا بالطريق وهنا وصلنا وجه الصبح طبعا الغبشة يعني، وصلنا مطعم استراحة لأنه هواية مشينا والسيارات دائما المشوات تكون يعني مشيها كلش بطيء. هنا جربنا القلية، طبعا دزينا بس هذا الطبق لأن الصراحة حبينا يعني نجرب الأطباق مالت الشمال، فبما أنه هنا وصلنا تقريبا للتاجي فنزلنا فقط قلية، كان طعمها يعني مو قوي، أنا كنت يعني متخليتها أنه أطيب بهواية. هنا طبعا بدينا بالطريق دخلنا الموصل، مثل ما قلت لكم كتبوا لي بالتعليقات أي محافظة تتوقعون حنروح لها، لأنه أنا هذا الفيديو حيخلص بس الفيديو الجاي حنوصل للمحافظة اللي رايحين لها. طبعا هنا حنكمل لكم الطريق واكيد اني حخليكم وان شاء الله ارجع لكم بالفيديو الجاي. لا تنسوني من اللايك واكيد اللي زايرني اول مره تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي، واتمنى ان شاء الله اليوم استمتعتوا بالفيديو الحلو ومع السلامه. هوك زو حديقة الحيوانات، طبعا دخولية للشخص الواحد اكو شواية كانوا يشوفون فيها الباربيكيو والحفلات القوات التركية. تجيكم رسالة تركيا ترحب بكم بس بشرط، صعبة ولا سهلة؟ قبل الوقت دائما 10 دقائق او ربع ساعة انتم متواجدين مكان التجمع مو بس بالفندق.